بهدف إنشاء مجتمع شبابي أكثر وعياً، اختتمت مدينة الشارقة للإعلام شمس المبادرة الرياضية الإلكترونية للنسخة الأولى من تجربة فريق شمس، المشروع الرائد والفريد من نوعه على مستوى الخليج والشرق الأوسط، وذلك في حفل توزيع جوائز الفائزين بالمبادرة في نادي الشارقة للغولف والرماية. نحن في مدينة شرق الإعلام يهمنا أن يعني نشرك معنا الشباب الناشئة في أمور تهمهم صراحة، وأكيد الألعاب الإلكترونية هو يعني دمج هذه الألعاب مع الألعاب بشكل فعلي فيزيائيا، يعني في الملاعب في الصالات، فهذه تجربة بالنسبة لنا. احنا نشوف كيف ممكن ندمج بين الألعاب والألعاب الإلكترونية والألعاب الفعلية. شارك في التجربة التي استمرت على مدار يومين 30 شاباً تراوحت أعمارهم بين 14 و16 عاماً، واعتمدت على تحرير طاقتهم الكامنة من خلال ممارسة الألعاب الافتراضية ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع بشكل تفاعلي وحقيقي وبتوجيه من خبراء ومختصين في رياضات مختلفة. هذه المبادرة حاولنا من خلالها أن نقوم بدمج ألعاب الواقع الافتراضي مع الرياضات والألعاب الحركية، والفكرة هي في أن نستخدم ألعاب الفيديو في تعليم الأطفال والمشاركين ببعض المهارات الحركية. تجربة مليئة بالمتعة والمنافسة فيما بين المشاركين بممارسة كرة القدم وكرة السلة والرماية وألعاب الفيديو، عاشوها على أرض الواقع جامعين بين مهارات الألعاب الحركية والإلكترونية، مرسخين قيم العمل الجماعي والتسامح والالتزام وبذل الجهد للوصول إلى الغايات.